عودة لكم من جديد مشاهدي الكرام، وتحية أيضا صباحية لكل من يتابعنا ومن سينضم أيضا تباعا من الأعماق، له خالص التحية. محطات مختلفة ومتنوعة، ومثل ما أسلفنا في بداية البرنامج سننتقل بكم من استوديو برنامجنا من هنا من متنزه القرم الطبيعي بمحافظة مسقط إلى محافظة جنوب الباطنة، وتحديدا إلى ولاية الرستاق، وبالأخص والتحديد مشاهدينا الكرام إلى الزميل عبد الله بن عامر اللويهي، ينقل لنا من هناك بتفاصيل موضوع بدء موسم الزراعة الموسمية تقليم أشجار العنب. حياك الله يا عبد الله، صباح الخير وإليك الكلمة. صباح النور سيف، تحية لك ولكل المشاهدين. طبعا من متنزه إلى متنزه، وهكذا دائما نحن نتنقل من مكان لآخر لنرصد إبداعات واهتمامات أبناء هذا الوطن في مختلف المجالات. حقيقة نحن الآن هنا في ولاية الرستاق، وتحديدا في وادي بني غافر، هذا الوادي الذي يعد أحد الأودية الرئيسية في ولاية الرستاق، والذي يمتاز حقيقة بالمزارع الموجودة على يعني امتداد هذا الوادي، ويشتهر بالكثير من الزراعات. طبعا عدا النخيل والليمون المعروف، هناك اهتمام غير طبيعي بالزراعات الموسمية. هذه الأيام وهذه الفترة يعني تنصب اهتمامات المزارعين في العناية بأشجار العنب الذي يكثر في مزارع هذا الوادي. العنب له رعاية خاصة واهتمام خاص من قبل المزارعين لكي يعطي ثمار جيد خلال الموسم المقبل بإذن الله تعالى. كل هذه التفاصيل راح نتعرف عليها من خلال لقائي التالي بأحد المهتمين بالزراعة، الشيخ سعيد بن سيف الغافري. الشيخ سعيد صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا بك بداية. صبحك الله بالخير عبد الله، شكرا. نعم الشيخ، طبعا نحن هنا في وادي بني غافر، حقيقة المزارع على اختلاف على امتداد هذا الوادي، يعني يهتم المزارعون بالزراعات الموسمية، وهذه الفترة تحديدا يعني يهتم المزارعين بزراعة أشجار العنب المعروف طبعا، والذي تميز به وادي بني غافر عن غيره من مختلف الأودية والأماكن الزراعية في ولاية الرستاق. شكرا عبد الله، نشكركم على هذه الزيارة. وادي بني غافر فعلا هو من الأودية الرئيسية في ولاية الرستاق، نعم، ويعتبر أيضا واحة خصبة للزراعة، حيث المواطنين هنا في هذه المنطقة يهتموا بالزراعة كثير، وعندهم يعني مواقيت معينة للزراعة الموسمية والمستمرة. نعم. والكل يعني خصوصا بعد ما مرت هذه الجائحة على الوطن، بدأت الناس ترجع إلى الزراعة لأن لكونها مصدر غذاء، وبالتالي يجب أن نتعود ونعتمد على النفس. نعم. نحن هنا في أنا عندي مزرعة في هذا الوادي، والحمد لله يوجد بها من أشجار العنب ما يربو على 200 شجرة، والحمد لله بين منتج وبين في طريق الإنتاج، وكذلك يوجد عندنا في المزرعة أيضا ما يقارب 600 برتقال وحمضيات، بالإضافة إلى أشجار الأنبة في حدود 120، ونهتم بالزراعة الموسمية مثل البصل مثل الخضروات وهكذا. فالكل في هذا الوادي خلت النحف بالنسبة للزراعة، الكل تجد يعني يتحدث عن الزراعة والموسمة والعناية بها، حتى أخذوا المواطنين ببعض حاجياتهم يزرعوا في منازلهم نتيجة الاهتمامهم، وأيضا يحاولوا أن يكونوا يعتمدوا على الذات، وما كل يعني كل حاجاتهم تستورد، فبدوا الحمد لله يعودوا الى الزراعه. ونحن نامل ايضا من الحكومه ان تشجع المواطنين لهذا الحقل المهم. نعم، هذا يمكن شيخ ما لاحظناه احنا خلال هذه الفتره، ولو رجعنا مثلا لشجره العنب تحديدا يعني تحظى بعنايه واهتمام خاص، يعني بدءا من ما يسبق طبعا الاهتمام بالشجره، يبدا طبعا في توقف الماء عنها، ثم يبدا في عمليه التقليم وغيره في موسم جميل جدا الجميع يتعاون فيه، وهذا اللي لاحظناه سواء كان في المزارع الموجوده في القرى او المزارع المستقله التي اقيمت على الجانب هذا من الوادي. هذا فعلا هذا موجود، هذا نظام التقليم ونظام تنظيم العنب وتنظيفه، وايضا استحدثنا نظام جديد بالنسبه للتعريش. جميل. بالتنسيق مع دائره الزراعه في الولايه، حيث عملنا على نظام التعريش الجديد بغض النظر عن التقليد السابق، والحمد لله بدا ياتي منتوجه، بدا ياتي خيراته من حيث النظافه، من حيث الجمال، من حيث الجوده، جوده الثمره. ونتمنى ان شاء الله ان نرى في القريب العاجل
أن الكل يهتم بالزراعة سواء في هذه المنطقة أو في منطقة أخرى. يعني إحنا أيضا اهتمينا بأشجار التين، يعني هذه السنة اهتمينا بأشجار التين وغرسنا حوالي ما يقارب 300 شجرة في مزرعتنا من التين وأيضا من أشجار الأخرى. مزرعتنا تتميز بكل أنواع الفواكه والمزروعات، وأيضا تتميز بعدة أصناف من النخيل ما يربو على 18 صنف في مزرعتنا، حيث يبلغ عدد أشجار النخيل في المزرعة في حدود 450 نخلة. جميل. الحمد لله. والتعاون أيضا بين التعاون موجود بين المزارعين وبين المواطنين، ونحن نحث أيضا الجميع على أن يعودوا إلى الزراعة، ما يعتمد على الوافد. الوافد هو فعلا موجود كمعاون، ولكن يجب التوجيه من صاحب المزرعة ومن صاحب الحلال، هو يجب يوجه. وهذا اللي نلاحظه حاليا الحمد لله في هذه المنطقة، يعني المواطن مهتم، الشاب قبل الشايب. جميل. الحمد لله ان شاء الله، وهذا ما نتمناه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ان يعني يكون هنا موسم هذا العام استثنائي فيما يتعلق بانتاج المحاصيل المختلفه، سواء كان في اشجار العنب اللي يبدا طبعا هذه الايام العنايه والاهتمام بها، او باقي الاصناف اللي تفضلت وذكرتها. نتمنى ان شاء الله ايضا نلتقي في يعني اللقاءات القادمه ان شاء الله للحديث عن مختلف الزراعات وكيف ايضا هو المحصول. اذا سيف، يمكن هذه هي جولتنا اليوم هنا في ولاية الرستاق لاهتمام المزارعين بالزراعات الموسمية، وتحديدا الاهتمام بزراعة محصول العنب. نعم، الزميل العزيز عبد الله بن عامر اللويهي، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم، وشكرا ايضا على هذه التغطية المميزة عن موسم الزراعة الموسمية اللي هو تقليم اشجار العنب. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعده سننتقل الى الزميل سلطان العامري وفقة اشخاص ذوي الاعاقة، فخلكم معنا.